بعد ما استعرضت مع حضراتكم كده الجدول، نروح سريعا لفقرة وان تاتش وزميلنا العزيز ابو سر باتع الرهيب العالمي، لا فيش زيه، كابتن عمر عبد الله. كابتن عمر، مساء الفل. مساء الفل عليك، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انت ايه؟ انا شايل هم المقابله دي والله. انت ايه؟ انت انسان طبيعي زينا؟ الحمد لله، لا حول ولا قوه الا بالله. اه عمر، وان تاتش مع عمر عبد الله، بسألكم ليه القصه دي كلها؟ في نفس المكان ده الاسبوع اللي فات كان معاه عمر، قلت له عمر بقى خلاص احنا متشكرين منك، الاثنين الجاي تامر بدوي راجع، فانت قلت ايه؟ ينور مكانه، يعني رجع لمكانه تاني بالتوفيق ان شاء الله. فالحلقه كلها اتلغت يوم الاثنين، معناها كانت من قلبي والله. يلا يا كذاب. والله من قلبي. انت عظيم، ربنا يخليك يا رب، ومبدع، والعدسات عامله شغل جامد. هنتكلم في ايه النهارده عمر؟ بيراميدز والمقاولين. مباراه كانت حلوه جدا، مباراه شطرنجيه ما بين الاثنين المدربين. كابتن عماد النحاس رغم الهزيمه لكنه عمل مباراه فنيه كويسه جدا، وده جزء مهم، ان ما تحكمش على المدرب بالنتائج. عمل المدرب النتائج عام شيء مهم، لكن لما تيجي تحلل الاداء غير لما تيجي تشجع او لما تيجي تساند. لما تيجي تحلل بتشوف المدرب عامل شغل. لا، كابتن عماد النحاس عمل شغل على فريق بيراميدز، وقرا فريق بيراميدز بشكل كويس جدا، وقرا اروى بارينا بشكل كويس جدا، لكن الفوارق الفرديه رجحت كفه بيراميدز، بجانب ان دي احسن مباراه عملها اروى بارينا مع بيراميدز من ساعه ما مسك الفريق في كل شيء. اشرح يا باشا. دي صوره في كانت في احد المواقع التحليليه الاماراتيه بتوضح شكل الاداء اللي بيعتمد عليه اروى بارينا مع الوصل الاماراتي. الصوره دي مهمه لانها هتبين لنا ليه بيراميدز كان دفاعه مفتوح والمساحات، فاكر الخضراء اللي احنا اتكلمنا فيها. الراجل بيعتمد تماما على ان الظاهرين دايما طايرين لقدام، على طول مكملين للامام مع صانع العاب اللي هو عبد الله السعيد، واثنين جناحين دايما داخلين للعمق زي الصوره دي. تعال نشوف الشوط الاول النهارده، الصوره اللي بعديه. الشوط الاول النهارده بيراميدز اتحرك ازاي؟ الصوره دي لبيراميدز في اول وبدايه الشوط الاولاني. بص، احمد فتحي رقم 24 وطارق طه رقم 11، الاثنين طايرين في نص ملعب المقاولين تماما. طب الشكل ده والاستراتيجيه بتاعت اروى بارينا كانت عامله ازاي في الملعب؟ كابتن عماد النحاس لعب عليها ازاي؟ نبدا نشوف الحالات، هتلاقي في مساحات فاضيه كتير جدا جدا في ظهر لاعبي بيراميدز. هتلاقي كابتن عماد النحاس استلم على ان لويس ادواردو وسيف الدين الجزيري يتحركوا هما الاثنين عكس بعض مع محمد حمدي زكي، بحيث ان واحد فيهم ينزل والتاني على طول في ظهر الظهير. بص، مساحات في ظهر الظهير ايسر طارق طه، ومساحات في قلب الدفاع كبيره جدا. هنلاقي المنظر شريف اكرامي بيطلع اكتر من مره، طلع في كره في دقيقه واحده اهو مرتين، وهتلاقي في واحده تانية بعديها اللي هي دي بيتحرك. بص، القطعه اللي قطعها لويس ادواردو وطالع شريف اكرامي وخد فيها انذار. دايما كابتن عماد النحاس قاري الحته اللي في خط ظهر بيراميدز، ودي استراتيجيه اروى بارينا من الاول، وده شيء مهم جدا انك لما بتيجي تدرس الفريق اللي قدامك ما تدرسوش دلوقتي بيعمل ايه، ادرس كمان المدرب بتاعه بيفكر ازاي وبيفضل ايه. كل الكرات في الشوط الاولاني هتلاقي، مش عايزين نقول اكتساح، لكن تواجد كبير جدا 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 لفريق المقاولين العرب في الحته الدفاعيه. بص، كله في ظهر طارق، كله في ظهر طارق على طول، والناحيه اليمين من ناحيه اليمين، وامير عابد، وكرات عرضيه كتير جدا جدا داخل المربع العمليات بتاع فريق بيراميدز، وفي ظهر فريق بيراميدز، وفي ظهر خط الظهر بتاعه. ده اللي اشتغل عليه كابتن عماد النحاس، وده كان بالمناسبه برضو اللي اشتغل عليه كابتن مختار في مباراه الانتاج الحربي لو تفتكروا. كانت الناحيه اليمين دي برضو يعني ميادين لفريق الانتاج الحربي وفريق المقاولين النهارده. شغل فني من كابتن عماد النحاس، ولكن طبعا في، مش عايزين نقول سوء توفيق، ولكن ما كانش فيه يعني استثمار للفرص دي او للمساحات دي، ولكن كان في قراءه من كابتن عماد النحاس، وكان في شغل فني من كابتن عماد النحاس على ده اللي اسمه التقييم على اساس الاداء وليس التقييم على اساس النتيجه. اللي انت بتقوله ده لازم المدير الفني يتقيم على اساس شغله ايه في الملعب. النتيجه دي بتخش فيها عوامل كتير جدا، فيها التوفيق وحاله اللعيب وحاله الفريق اللي قدامك والظروف والتحكيم وكل الحاجات دي. بص مساحات، بص المساحه من ناحيه اليمين لعمق الملعب كتير جدا جدا، لولا التغطيه العكسيه من احمد فتحي 10 على 10 يعني، لكن مساحات كتير جدا جدا. ده كان الشوط الاولاني من فريق المقاولين ضد فريق بيراميدز. بيراميدز لعب بطريقه اروى بارينا اللي هي الاستراتيجيه اللي في دماغه من زمان جدا جدا جدا، لكن المقاولين قراها.
اروى بارينا عمل واحده من احسن المباريات، لانه ارى بقى اللي عمله كابتن عماد النحاس في الشوط الاول. ففي الشوط الثاني غير شكل كبير جدا. لو شفنا الصوره اللي معانا ده بيراميدز في الشوط الثاني، نزل احمد توفيق مكان طارق طه. بص هنا احمد فتحي فين واحمد توفيق فين، ما بيعدوش نص الملعب. والاهم كمان عمر جابر رقم أربعة. بص عمر جابر فين. ليه عمر جابر؟ عشان هنشوف عمل ايه بقى في الشوط الثاني. لو بدانا الحالات بتاعه الشوط الثاني هنلاقي ان هنا عمر جابر ده اللي معاه الكوره ناحيه الشمال اللي بالجزمه الحمراء. على طول مع احمد اهو اللي بيستلم الكوره، على طول مع احمد فتحي. احمد توفيق على طول ناحيه الشمال. على طول بيغطي معاه. هنا اروى بارينا ارى اللي كابتن عماد النحاس عمله عليه في الشوط الاولاني، فبقى بيغطيه على طول بلعيب اضافي. على طول احمد توفيق باك دفاعي اقوى من طارق طه. على طول في ظهره اربعه عمر جابر. على طول مش هتلاقي، بص هتلاقي احنا جايبين اكتر من لقطه عشان بس نقول ان هو مش مجرد موقف فردي. هو على طول فاتحجم تماما فريق المولين. خلاص بدا هنا بيراميدز يسيطر بشكل كبير جدا جدا على المباراه. اروى بارينا لما بيعتمد على ان الظاهرين او الفريق بيهاجم ما بيبقاش عنده استراتيجيه كبيره قوي في الناحيه الهجوميه، بيعتمد على ان اللعيبه اللي عنده دايما في الفرق اللي هو بيدربها عندها جزء من الابداع يعني. بالظبط عندها حلول فرديه. فبيسيبهم يبدعوا في الحته اللي قدام. فبتلاقي ان في حلول فرديه كتير في الناحيه اللي قدام، لكن ده بيجي على ان هو يعني في كثافه او كابس بشكل كبير جدا بالظاهرين بتوع، فبتعمل له المشاكل الدفاعيه. هو هنا حلها بان هو حط عمر جابر موجود. بص هتلاقي الهجمه وقفت، مش نفس المساحات بتاعت الشوط الاولاني. في تكتل، مين اللي جاي يخطف؟ عمر جابر. عمر جابر عمل مباراه، عمل شوط تاني كبير جدا عمر جابر. وبصراحه عمر دايما بيتهم ان هو ضعيف بدنيا، بيمشي كرة لكن ما بيلتحمش. في المباراه دي انا شفته عمل شوط تاني رائع على صعيد التمركز، المسانده الدفاعيه. ده الجون بتاع بيراميدز. دي بقى الحلول الفرديه. ده جون رمضان صبحي يعني، هو بتاع رمضان. انا جايبها اهي بعديها على طول. بالظبط هو ده جون رمضان صبحي. بالظبط هي دي الحلول الفرديه. هو بدا يعرف امكانيات لعيبته. فبقى يسيبه. هو ده رمضان، هي اللي الاجوان دي هو اللي بيجيبها رمضان. الامكانيات الفرديه بتاعت لعيبته اللي بيعتمد عليها اروى بارينا. الراجل فكر ان هو كده كده عنده ظهير دفاعي قوي جدا لو احمد فتحي، كان عنده ازمه في ناحيه الشمال غيرها وقفلها وساب الامكانيات الفرديه اللي لعبت قدام اللي هي عبد الله السعيد ورمضان صبحي. ما اكتفاش بكده اروى بارينا، في نهايه الشوط عمل حركه في منتهى الذكاء. حط عبد الله السعيد اللي قل مجهوده البدني كتالت في نص الملعب مهاجم صريح، وحط ايريك تراوري كلاعب وسط. بص ايريك تراوري فين. بص ايريك تراوري وعبد الله السعيد الهجمه دي مهمه جدا. بص ايريك تراوري فين وعبد الله السعيد هو اللي بيلعب مهاجم تحت رمضان مع رمضان صبحي. صحيح. لان عبد الله ما بقاش عنده القدره البدنيه ان هو يلعب كتالت في نص الملعب، فالفريق هيفتح تاني قدام المقاولين، وفي نفس الوقت عنده ايريك تراوري قوي جدا. فعمل تريكه ثالثه جوه المباراه جوه الشوط. هنا دي اللقطه دي في ضربه المرمى، لو عدناها بس ثانيه واحده هوريك التمركز بتاع ان هنا ضربه المرمى. ايوه عبد الله سعيد هو اللي جنب رمضان صبحي. ايريك تراوري هو اللي في نص الملعب. مع ان ايريك نازل في التشكيل الاساسي كمهاجم. والحركه دي او التبديله دي اسفرت عن الهدف الثالث اللي احرزه رمضان صبحي من مجهود من عبد الله السعيد. المباراه كانت سجال ما بين الاثنين مدربين. احلى ما فيها ان في مدرب بيفكر والتاني بيرد عليه، وده شيء مهم جدا جدا جدا. لازم طبعا انا بعذر اي مشجع لانه مش هيشوف الحاجه وعايز يكسب. لكن المحلل بص عبد الله السعيد ده الهدف الثالث، هو اللي تواجد في الحته دي، وإيريك تراوري هو اللي جاي كاتفندر. ده شغل مدرب كابتن عماد النحاس. رغم الهزيمه بنقول له فعلا درس فريق بيراميدز بشكل كويس. عشان كده دايما قرار الاقاله في اوروبا صعب جدا. تصبر هتلاقي مدرب بيتهاجم، لكن الاداره صابره عليه لان فيها مقاييس كتير قبل قرار الاقاله. يا عمر احسنت والله، وده كلام عظيم. الاحصائيه دي انت عايز عشان نختم بيها؟ الاحصائيه دي عمر جابر بعد تغيير مركزه هو اكتر لاعب استخلص الكوره في فريق بيراميدز ب 18 كوره بعد تغيير مركزه ومسانده رمضان احمد توفيق ورمضان صبحي ناحيه الشمال. احسنت يا كابتن عمر، مدينك حقك اهو. الحمد لله. عايزين نطلع حلقه الاثنين. راضي والله. والله راضي. راضي والله. يعني بتمنى والله يعني تعرف هم حبايبي، الناس هتصدق وربنا حبايبي والله وبحبهم. شكرك يا عمر، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.